أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها دور العاصمة المؤقتة عدن بعد نقل البنك المركزي ووصول الحكومة بالأمس، وماذا سيرتب على هذه الترتيبات. أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبعد هذا القرار وصلت الحكومة كاملة إلى عدن أمس الخميس لممارسة مهامها منها بشكل رسمي. هذه الخطوات وصفها مراقبون بأنها استراتيجية ومهمة لتغيير خارطة الصراع بين الحكومة الشرعية والانقلابيين بهدف عزل حلف الانقلاب في صنعاء وما حولها وتجريدهم من أدوات الدولة، بينما رأى مراقبون آخرون أن هذه الخطوة جاءت لإنقاذ الميليشيا وإعفائها من مسؤوليتها تجاه المواطنين، خصوصا وأنهم أوصلوا البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي بسبب نهب مقدرات الدولة وصرف أموالها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي، بالإضافة إلى تحذيرهم من عدم استقرار الوضع في عدن والتي تريد لها الحكومة أن تحتضن البنك المركزي وحكومة بن دغر. وهنا نتساءل، هل ستصبح عدن عاصمة لكل اليمنيين بعد هذه الخطوات الكبيرة؟ وكيف ستتعامل الحكومة في عدن مع ملف الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة؟ وماذا عن الوضع الأمني؟ هل هناك استراتيجية واضحة لتأمينه وتسهيل أعمال الحكومة؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع الدعوات الانفصالية لبعض مكونات الحراك الجنوبي بعد أن أصبحت عدن عاصمة للبلاد؟ وأخيرا، ما هي العوائد الاقتصادية الإيجابية لعدن بعد قرار نقل البنك المركزي وممارسة عمل الحكومة منها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا من الرياض، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب، وكذلك من عدن رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. البداية مع الأستاذ فتحي بن لزرق من عدن. أستاذ فتحي، هل تعتقد بأن عدن بعد الخطوات الاستراتيجية الأخيرة، نقل البنك المركزي، عودة الحكومة، ستكون عدن مفتوحة لكل اليمنيين؟ أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس، والتحية لضيفك الكريم. عدن اليوم بعد عام ونصف من التحرر، أنا شخصيا أرى أنها حققت الكثير من الإنجازات في على الكثير من الأصعدة، بينها الصعيد الأمني، لكن هناك تردي واضح في الخدمات وتردي كثير في قطاع الكهرباء والمياه ونواحي أخرى. لكن عامة نحن نتحدث اليوم عن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. هذه الخطوة كانت إيجابية، وكان يفترض أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة بداية الحرب أو فلنقل منذ تحرير عدن، لكن طالما وهي اتخذت اليوم فلا مجال إلا أن نتحدث عن واقع اللحظة. واقع اللحظة يؤكد بأن نعم. نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة إيجابية، والمطلوب نعم. من الحكومة أستاذ فتحي نعم، يعني الإجابة المختصرة التي تريدها، هل ستكون عدن مفتوحة لكل اليمنيين؟ هذا الإجابة تحددها سياسة الحكومة الشرعية التي وصلت إلى معاشيق يوم أمس. إذا انطلقت الحكومة ومارست سياسة إيجابية نحو الناس، وفرت الخدمات، سهلت عمل البنك المركزي وقامت بصرف الرواتب وأوفت بكل التزاماتها، نعم ستكون مفتوحة عدن لكل اليمنيين وسيصل نعم. إليها كل اليمنيين فقط نعم. إذن أكتفي بهذه الإجابة أستاذ فتحي. نعم سنتحدث في بشكل أوسع، ولكن بعد أن أسمع أيضا نفس يعني السؤال أوجهه للدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، باعتقادك الآن بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، عودتها إلى عدن، نقل البنك المركزي إليها، هل ستكون عدن فعلا مفتوحة لكل اليمنيين؟ أولا لا خيار أمام عدن اليوم لكي تنجو من الوضع الذي هو فيه إلا أن تستقبل الحكومة الشرعية، لأنه اليوم إنقاذ عدن يعتمد اعتماد كامل على قدرة عدن على استقبال الحكومة الشرعية، وأن تتحول عدن إلى حاضن كامل للحكومة الشرعية. عدن اليوم هناك إشكاليات كثيرة ما زالت تواجهها، وهذه الإشكاليات هي يعني ناتجة عن بعض الأصوات الشادة، لكن الكتلة الاجتماعية أنا أعتقد التي تشكلها عدن هي متنوعة ومتعددة، لكن جميعهم بلا استثناء بغير غير أصوات أقلية ضئيلة،
ربما هي تتعارض مع مسألة وجود الشرعية في عدن. أما عدن بطبيعتها وتركيبتها وتكوينها وطموحها، هي تريد أن تستقر وأن تعيش آمنة، ووجود الحكومة سيزيد من استقرارها وأمنها. صحيح أنه في هناك نوع من الابتزاز للحكومة الشرعية من بعض الأطراف، لكن أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية اليوم لديها ترتيبات كاملة لامتصاص كل القوى المعارضة، ولديها أيضا ترتيبات مع التحالف لترتيب عدن لتكون عاصمة حقيقية لكل اليمنيين. نعم دكتور نيب نكتفي، نعم دكتور ممكن يحصل فشل. نعم دكتور نكتفي بهذه الإجابة، اسمحوا لي فقط مع ضيفي الآخر أيضا فتحي بلازدق، سنذهب لفاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى عدن مع الأستاذ فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي، إذن إجابة الدكتور نجيب كانت واضحة بأن لا خيار أمام عدن وأمام يعني السلطة المحلية هناك إلا أن تكون عدن مفتوحة لكل اليمنيين. أولا أود التوضيح والتصحيح للأستاذ نجيب، بأنه لا توجد هناك أصوات شاذة في عدن، هناك صوت الشعب في الجنوب هو حاضر بقوة في عدن، وعبر أكثر من مرة عن مطالبه السياسية باستقلال الجنوب، وهذا مطلب شعبي الكل يتفق عليه في عدن. ربما كانوا قبل الحرب أو ربما قبل سنوات يختلفون بعض الشيء، لكن الأمر صار مطلب شعبي واضح، لذلك لا يمكن وصف صوت الشعب بأنه صوت نشاز أو صوت قلة من الناس. نعم. هذه جزئية أولى. الجزئية الثانية أنه مثل ما يتحدث الأستاذ نجيب بأنه يجب أن تحترم إرادة الشعب أو إرادة الحكومة الشرعية أو أي من الأطراف، يجب أن تحترم إرادة الناس في الجنوب. الناس في الجنوب أعلنوا أكثر من مرة ووضوح أنهم جزء من الشرعية خلال الحرب الحالية في اليمن، لكن هذا الشعب له قضية السياسية الوطنية الخالصة، هذا الشعب له مطالبة سياسية التي يجب أن ينظر إليها، وبالتالي فإن الناس في الجنوب، الناس في عدن سيتعاملون بإيجابية لا شك ولا مطلق ولا نعم. شك في ذلك بالمطلق. نعم. الناس سيتعاملون بخصوص عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، سيتعاملون لأجل المرحلة الحالية حتى دحر الحوثيين وإنهاء الإنقلاب. نعم. لكن في الأخير هناك مطالب سياسية يجب أن تنظر ويجب أن يتم مراعاة. نعم. أفهم نعم أستاذ فتحي، أفهم من كلامك أستاذ فتحي بأن جميع الشارع الجنوبي يطالب بالانفصال. نعم، جميع الشارع الجنوبي يطالب بالاستغلال، استغلال الجنوب عن الشمال، هذا مطلب شعبي. أنا شخصيا لا أحدد أو أتحدث، إنما أعكس رأي الشعب، والشعب يقول هذا بوضوح وبصراحة. نعم، إذا ننقل هذه وجهة النظر للدكتور نجيب. دكتور نجيب، إذا الشارع الجنوبي بشكل عام مطلبه هو الانفصال والاستقلال ولا خيار آخر. أنا لا أعتقد أن هذه الفكرة صحيحة. أنا من متابعتي كل القيادات الجنوبية بلا استثناء الموجودة داخل الشرعية لا تتحدث عن فكرة استقلال الجنوب، وإنما تتحدث عن يمن اتحادي. يأتي قيادة، يعني القيادة الشرعية كلها بلا استثناء من وزراء ومن رئيس جمهورية ورئيس وزراء وكل القوى الموجودة داخل الشرعية بتكوينات الجنوب المختلفة المؤيدة للشرعية، كلهم يتحدثوا عن فكرة اليمن الاتحادي ولا يتحدثوا عن فكرة الاستقلال. ما يتحدث بها الأخ فتحي، أنا أعتقد أن الأخ فتحي يتمتع بذكاء سياسي كافي ليشعر وهو يتحدث عن فكرة الاستقلال اليوم واستيعاب الشرعية في الوقت نفسه أنه يعيش حالة تناقض. نعم. يا أما شرعية يا أما استقلال. الشرعية لديها مشروعها، وهذا المشروع قائم على فكرة تأسيس اليمن الاتحادي. نعم. مسألة أن توظف الشرعية كأداة من أدوات تحقيق الاستقلال للجنوب، أنا أعتقد أنه هذا تناقض، تناقض مع عاصفة الحزب، تناقض مع مشروع يعني مع مشروع الشرعية. وبالتالي مثل هذه الأطروحات أنا أعتقد أنه لابد من حسمها، لأنه استمرارها ستقود إلى حالة من الصراع الداخلي، ولن نعم. تتمكن الشرعية ولن تتمكن قوة فك الارتباط من تحقيق طموحها، ولكن سيربح الانقلاب وسنخسر كلنا جماعة فك الارتباط والشرعية والتحالف العربي، وبالتالي هذه المسألة لابد أن تحسم. أما أن ندافع عن مشروع واضح وهو مشروع اليمن الاتحادي الذي يدافع عليه عبد ربه منصور هادي وكل القوى الشرعية شمالية وجنوبية، أو أن يعني فعلا نكون نقول أنه فكرة الانفصال هي الحل، أنا نعم. أعتقد لا يمكن لعاصفة الحزم أن تصل باليمن إلى حالة الانفصال أو أنها تتناقض مع نفسها. لماذا؟ ولا الشرعية. لماذا دكتور؟ لماذا لا يعني عاصفة الحزم لا يمكن أن تصل مع الجنوبيين إلى تقرير المصير والانفصال؟
يا أخي هناك متغيرات جذرية اليوم حصلت في اليمن وفي المنطقة. يعني مطالب اليوم الاستقلال في ظل هذا الصراع الحالي، القصة ليست أنه خلاص نحرر الشمال من الحوثي ثم نضع فكرة الاستقلال وفك الارتباط، هذا نوع من الألعاب السياسية ونوع من التمويه ونوع من الابتزاز لن يقودنا إلى حلول إيجابية، لا للشمال ولا للجنوب، ولن نتمكن من تأسيس دولة عادلة تركز على فكرة العدالة والشراكة وعلى فكرة المواطنة. يعني هناك أخطاء كثيرة تم اكترافها، وبالتالي إعادة إنتاج هذا الأخطاء أنا أعتقد أنه سيقود إلى كارثة داخل اليمن وسيفوز الإرهاب. ما هي الضمانات دكتور نجيب؟ نعم دكتور نجيب، إذا يعني إذا مشينا مع ما تطرحه وما تقوله في هذا الصدد، ربما الجنوبيون التجربة السيئة التي خلفها نظام المخلوع وأيضا عمدها ميليشيا الحوثي والانقلاب الأخير هي ما جعلت الجنوبيين يصلون إلى هذا الاحتقان وهذه المطالب التي لا تقبل إلا بالاستقلال، كما لو يعني أو نسبة في الجنوب تطالب بذلك. طيب اليوم لماذا هذا عاصفة الحزم ولماذا هذه الحرب ومقاومة هذه المظالم التي أنتجتها صنعاء؟ ما الذي يحدث اليوم في اليمن؟ نحن نحارب من أجل إقامة دولة العدالة، دولة الشراكة، من أجل اليمن الاتحادي، الجميع يقاتل من أجل هذا المشروع. عملية إحداث خلخلة داخل هذا المسار الذي ندافع عنه باسم فك الارتباط، أنا أعتقد أنه يعيق انتصار الجنوب وتحقيق العدالة داخل الجنوب. وبالتالي أمامنا خيار اليوم واضح، أما أن تتحول عدن إلى عاصمة حقيقية لكل اليمنيين وفق المشروع الذي تحمله الشرعية وأهداف عاصفة الحزم والتحالف العربي، أو أنا أعتقد إذا استمرت دعوات الاستقلال اليوم في ظل وجود حكومة شرعية وبنك مركزي داخل 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 عدن، وفي ظل اليوم القيادات الجنوبية هي الحاكم الفعلي وكل اليمنيين لا يروا أنهم جنوبيين بل يروهم يمنيين ويطيعوهم ويقدموا لهم كل ما يريدوا. نحن نعرف بشكل كامل اليوم في الشمال ونحن 20 مليون أن الزعامة اليوم جنوبية ونريدها أن تستمر لفترة طويلة، والجنوب لا يريد، ليس الجنوب وإنما أتحدث عن فئات ضئيلة أقلية وليس الشعب الجنوبي. ربما يكون هذا رأيك دكتور نجيب. خياراتها واضحة وبينة وهي مرتبطة بمشروع الشرعية والتحالف العربي. نعم، كيف يمكن أن يعني دكتور نجيب إذا ما طرحت أن 20 مليون يمني في الشمال يقبلون بكل يعني الجنوبيين ويتعاملون معهم كيمنيين فقط ولا توجد نغمة الجنوب والشمال، وكيف يمكن القول أو اعتبار بأنهم يقبلون لسنوات قادمة لحكمهم وكانت أيضا لهم أيضا تجربة سيئة عندما وصل الرئيس عبد الرب منصور هادي بانتخابات شرعية إلى الرئاسة وقيادة البلد، حدث الانقلاب الذي تقوده ميليشيا الحوثي، إذا كان هناك نسبة كبيرة أكيد في الشمال وهم السواد الأعظم لدعم يعني أن يقود الجنوبيون البلد في المستقبل، لكن أيضا هناك أيضا نسبة هم الحوثيين والرئيس المخلوع يقفون ويحاربون على عدم يعني أن ينفلت العقد من يدهم وأن تروح الدولة ورئاسة الدولة والقيادة في اليمن للجنوب أو غير الجنوب. يا أخي 90% وربما أكثر من أبناء الشمال يعني كلهم يروا أن وجود يعني حاكم من أبناء الجنوب جزء من عملية الاستقرار داخل اليمن، وأنا أعرف قيادات كثيرة حتى اليوم داخل الانقلاب لديها قناعة كاملة أنه لا بنتيجة الصراع والتناقض الموجود داخل الشمال أنه نحن بحاجة يعني إلى حاكم يمثل الجنوب، هذا أولا. لكن الجنوب اليوم يقود صراعات داخله وبالتالي سيفقد هذه الميزة في المرحلة القادمة إذا استمر هذا الصراع والتناقض داخل الجنوب. لابد أن يحسب الجنوب معركته باتجاه مشروع الرئيس هادي، مشروع اليمن الاتحادي. بهذه الطريقة الجنوب بإمكانه أن يكون قوة حقيقية ليس مدافع عن الجنوب فقط بل مدافع عن كل المظلومين في اليمن. هناك مظلومين في اليمن. طيب دكتور. وأقاليم أخرى. سنتحدث عن المظلوميات. سنتحدث عن المظلوميات في محور آخر. اسمح لي أعود إلى عدن مع الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، ربما الآن المشهد تغير بشكل كامل في الإقليم وفي المنطقة، وأصبح الآن الوضع يعني الإقليم وعلى وجه التحديد الخليج
تعمل تحالفات كبيرة واستراتيجية، قامت بالتحالف العربي لإنقاذ اليمن، ثم عملت تحالف إسلامي من أجل يعني الحفاظ على الكيان الخليجي وعلى الجزيرة العربية من المد الفارسي الإيراني الذي ربما بدأ المشروع الأمريكي يتماهى مع إيران في المنطقة ويريد أن يسلمها للمشروع الفارسي. كيف يمكن أن يقبل اليمنيون بتجزئته في الظرف وفي الوقت الذي يسعى الجميع للتوحد ولا بقاء إلا للأقوى؟ القضية ليست تجزئة اليمن، ولكن القضية أن هناك قضية وطنية نشأت في العام 1994 واستمرت حتى 2007 وظهرت لاحقا وامتدت خلال 2011 وحتى وصولا إلى الانقلاب الحوثي. أود التصحيح للأستاذ نجيب بأشياء كثيرة. أولا الشمال لم يرضى بحكم أي جنوبي، هذه حقيقة يجب الاعتراف بها. هادي حكم الشمال أو حكم اليمن بشكل كامل لمدة سنة أو سنة ونص أو سنتين، ومن ثم تم الانقلاب عليها. الجنوب رضى بحكم علي عبد الله صالح 25 عام وربما أكثر. لذلك لا وجه أولا للمقارنة أن هناك قبول شمالي بوجود حكم جنوبي حقيقي. بالعكس، تجربة الرئيس هادي في الحكم في صنعاء تؤكد أن الأطراف الشمالية القوى النافذة في الشمال لا ترضى بأي حكم جنوبي، هي ترضى فقط بحكم جنوبي ديكوري مثل ما حدث خلال. ألا ترى أن بعد الحرب التي تخوضها اليمن الآن تغير، وأيضا بدعم التحالف العربي تغير الشارع اليمني وحتى التوجه الدولي والإقليمي، لم تعد هذه النظرة ببقاء الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي وأعطائهم أن يتحكموا باليمن، وكان كلام الرئيس ربما واضح بأن الحكم المركزي انتهى وبلا رجعة. بالضبط، الجنوبيين هم كانوا أول أشخاص الذين خرجوا ضد نظام صالح والحوثيين وحاربوهم بالسلاح، وبدأت المعركة في عدن قبل أي منطقة يمنية أخرى، وتحررت عدن قبل أي منطقة يمنية أخرى. 99 أو ربما 98 من الأراضي الجنوبية التي احتلها الحوثيين وصالح باتت محررة، والفضل بعد الله عز وجل يعود للمقاومة الجنوبية والتحالف العربي. لذلك الجنوبيين هم جزء من المشهد السياسي الحالي، لكن هم جزء أصيل وكامل الأهلية ولديهم مشروعهم السياسي. لذلك لا يمكن القول أن الجنوبيين هم صاروا جزء من المشهد السياسي الحالي بالتحالف مع التحالف العربي ومع الحكومة الشرعية، وبالتالي عليهم القبول بمشروع ستة أقاليم أو مشروع اليمن الاتحادي. إذن الجنوب صار جزء أساسي ومشارك في العملية السياسية أو العملية الانتقالية الحالية. يجب أن يستفتى الشعب في الجنوب، ويجب أن تطرح كل الخيارات للشعب في الجنوب، ومن ثم إذا حدد الشعب في الجنوب أنه مع خيار الأقاليم مع مشروع الدولة الاتحادية فليكن ذلك. إذا حدد الشعب في الجنوب أنه يريد أساساً الوحدة الاندباجية فليكن ذلك. إذا أراد الشعب في الجنوب أن يستغل بدولته فهذا مطلب شعبي يجب أن يحترم. نعم، هذه ربما مطالب أستاذ فتحي، هذه مطالب ربما يعني منطقية، ومن حق الشعب في يعني أخواننا في الجنوب الاستفتاء على أي صيغة يريد يعني في المستقبل لشكل الدولة في اليمن. لكن في المستقبل وعفوا في هذه اللحظات التي تمر بها اليمن، ربما الحديث عن مثل هكذا اطروحات سابقة لأوانه. الجميع الآن يبحث عن عودة الدولة، استرداد الدولة من الانقلابيين، الجميع الآن يبحث على تثبيت أركان الدولة، البلد منهارة، الاقتصاد منهار. أكيد بالتأكيد. لذلك نحن ندعو. إذن لماذا لا يكون الآن الشارع الجنوبي داعم لتثبيت الحكومة وتثبيت الأركان الدولة، ويكون داعم للخطوات التي قامت بها الحكومة الآن؟ البنك المركزي الآن أصبح في عدن وتفتح أبوابها للجميع. نعم بالضبط، وهذا هو أساسا ما يحدث في هذه اللحظة. الجنوبيين حتى اللحظة رحبوا بالحكومة الشرعية، وصلت الحكومة الشرعية وتم ترحيبها، تم نقل البنك المركزي أو تم اتخاذ قرار نقل البنك المركزي. الجنوبيين لم يرفضوا ولم يعرضوا ذلك، وهم أساسا ليسوا ضد التحالف. نعم. وليسوا ضد الحكومة الشرعية، هم يعملون جنبا إلى جانب الحكومة الشرعية وإلى جانب التحالف في هذه المرحلة. لكن عند انتهاء الحرب، عند عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، عندما عند انتهاء الانقلاب، يجب النظر في مطالبهم. لا أن ننهي الحرب ومن ثم نقول للجنوبيين اقبلوا بمشروع ستة أقاليم أو مشروع اليمن الاتحادي. نعم. نحن في إذن المرحلة. نعم. الجنوبيين يدا بيد إلى جانب الحكومة إلى جانب. نعم. هذا الترحيب كما ذكرت أستاذ فتحي. نعم. حتى انتهاء المرحلة الحالية. نعم. هذا الترحيب الذي ذكرت أستاذ فتحي، اسمح لي النظر إلى مطالب الجنوبيين. نعم، هذا الترحيب الذي ذكرت بالحكومة الشرعية وعودتها بشكل كامل إلى محافظة عدن، هل سيكون أيضا ترحيب بكل اليمنيين؟ أو بمعنى آخر، الآن تم نقل البنك المركزي والمركز المالي من صنعاء إلى عدن، وهناك بالتأكيد مصالح كبيرة لرؤوس أموال، ويعني
لهم علاقة كبيرة من المحافظة الشمالية بعدن، هل ستكون عدن مفتوحة فعلا لكل اليمنيين؟ أيضا إدارة البنوك سيتم يمكن المركزية نقلها بشكل مباشر إلى عدن، هل يعني ستفتح عدن أبوابها للجميع دون استثناء؟ المحافظ الزبيدي أكد في حديث قبل أيام أن عدن مفتوحة لكل اليمنيين، وهذه حقيقة واقعا. أنا أتحدث إليك من مدينة عدن، وفيها عشرات الآلاف من الأشخاص من محافظات شمالية يعملون في مؤسساتهم الخاصة، يعملون في وظائفهم الحكومية، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. لذلك عدن ليست مدينة عنصرية التي تطرد الآخر، وأنا شخصيا لست مع أي توجه لطرد أي شخص، ليس حتى يمني أو ربما عربي أو ربما أجنبي. المدينة مفتوحة، عدن وعرفت خلال السنوات الماضية العقود الماضية بأنها مدينة مفتوحة. لذلك نعم، هذا ما نتمناه أستاذ فتحي، لكن اسمح لي يعني حتى نضع النقاط على الحروف. أستاذ فتحي اسمح لي يعني في هذه الجزئية قبل أن أعود للدكتور نجيب غلاب في هذه الجزئية فقط ونغلق هذا المحور. كما تعلم هذه المزاج الذي تحدثت عنه أنه عدن مفتوحة وتقبل الجميع وكل يمارس مهامه ويعني أشغاله بشكل حر ولا يقصى فيها أحد، لكن كما تعلم هناك أيضا ما يسمى بالحزام الأمني يمنع دخول أي شخص من المحافظات الشمالية، حتى من يذهبون للعلاج أو للسفر يخضعوا لموافقات معينة أو إرسال تذاكرهم، فما بالك بالذي يبحث أو يريد أن يمارس أشغال أو يعود إلى عمل في عدن؟ هذا يعتبر من المستحيل. هذا ربما حدث خلال الأشهر الماضية، لكن أجزم لك أنه حاليا الكل يمر بنقاط التفتيش بشكل طبيعي، وربما هناك إجراءات أمنية عادية بخصوص المشتبه بهم، والكثير تم إلقاء القبض عليهم وتبين أنهم عناصر في جماعة الحوثي. لكن عامة هناك توجه حكومي فعلا وحقيقي وسيبدأ بأكثر وضوح خلال الفترة القادمة، وأنا أؤكد ذلك بأن عدن ستكون مفتوحة لكل اليمنيين، وسيدخل الجميع وسيمارس نشاطه الاقتصادي أو الاجتماعي أو الوظيفي بحرية مطلقة. هل نستطيع مثلا الآن إذا أي شخص من المحافظة الشمالية توجه الآن إلى عدن سيدخل بسهولة؟ لا مشكلة في إظهار البطاقة الشخصية كما تتحدث السلطات الأمنية هناك، أم ربما سيظل حديث إعلام فقط أمام الشاشات التلفزيون لكن على أرض الواقع شيء آخر؟ سيدخل عدن وسأرافقه شخصيا وسأعطيك رقم هاتفي وسأذهب لاستقباله أنا شخصيا. خطاب جميل ومتزن فتحي، يعني نتمنى أن يكون هذا الخطاب أن ينعكس فعلا على الأرض الواقع وأن يكون يتحلى بجميع من هم في الحزام الأمني ومن هم لهم في نقاط التفتيش في ما بين المحافظة الشمالية والجنوبية. أعود للدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، ربما الأستاذ فتحي بدأ يعني حديثه واضحا هذه المرة بأن هناك المزاج تغير فعلا وأن عدن أصبحت الآن مفتوحة خاصة مع عودة الحكومة ونقل البنك المركزي، وربما هناك تمنع على بعض الناس الذي لديهم شبهة أو يعني يعتقد أنهم ينتمون لميليشيا الحوثي فقط، أما البقية اليمنيين فعدن مفتوحة أمامهم. ما هو صحيح، يعني لم تعد الحكومة إلا وهناك ترتيبات كاملة يعني فيما يخص مسألة أن تصبح عدن عاصمة حقيقية. هناك ترتيبات كثيرة ليس فقط في الجانب الاقتصادي، يعني عدن ستكون هي الحاضنة الفعلي في المرحلة القادمة للشرعية، بل أن عدن هي المركز الأساسي يعني لانطلاق عمليات التحرير. الآن عدن نريدها أن تكون هي النموذج الفعلي الممثل للشرعية، وبالتالي النجاح في عدن هو نجاح للشرعية ونجاح للتحالف ونجاح لأبناء عدن ونجاح للجنوب ونجاح لليمن كلها، وبالتالي كل اليوم لديهم هذه القناعة، حتى القيادات المحلية في عدن وأيضا حتى قيادات الحزام الأمني ودول التحالف أصبحوا على قناعة أن عدن لابد أن تكون هي النموذج الأساسي اللي من خلاله نستطيع أن نرسل رسالة لكل يمني يعني أن الشرعية ستحقق الأمن والاستقرار والرفاه، وبالتالي هناك عملية إعادة إعمار كاملة ستكون داخل عدن، ومن عدن ستدار الدولة كلها في كل المحافظات بما في ذلك حتى مؤسسات الدولة الموجودة بصنعاء، بمعنى أنه اليوم نقل البنك المركزي سيمثل متحول جذري، وبالتالي عدن اليوم عليها أن تناهض وتقاوم كل الأصوات التي تعيق أن تتحول عدن إلى حاضن لكل اليمنيين بلا استثناء، بمعنى اليوم أنه اليمنيين لن يهاجروا خارج صنعاء ولا خارج تعز ولا أب في المناطق اللي ما زالت مسيطر عليها الانقلابيين، سيتجه كل القوى الاجتماعية، كل القوى المناضلة، كل الإعلام، كل الصحف لابد أن تتحول عدن إلى رئة يتنفس منها كل اليمنيين. بهذا الشكل عدن ستكون أقوى، الجنوب سيكون أقوى، اليمن سيكون أقوى،
هذه المسألة أنا أعتقد أنه حتى فكرة الحديث عن فكرة تقرير المصير وفك الارتباط أنها لعبة لإضعاف الجنوب. الجنوب في عهد الدولة السابقة دولة الاستقلال لم ينحصر على نفسه، كانت قوتها تعتمد على الاتجاه شمالا. اليوم الجنوبيين يعني يحاولوا أن يرجع أن ينغلقوا على أنفسهم، وهذا لعبة تضعفهم على المدى البعيد. الأمور واضحة، يعني فكرة تقرير المصير ليست موضوعة لا داخل التحالف العربي ولا يوجد ولا داخل الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا يوجد طرف دولي أو إقليمي مؤيد لهذه الفكرة. الجميع يتحدث عن وحدة وسيادة الأراضي اليمنية. بالتالي إضعاف الجنوبيين، إضعاف الجنوبيين اليوم هي في فكرة تقرير المصير وفك الارتباط. عليهم أن يبنوا قوتهم بالاتجاه شمالا من خلال فكرة المشروع الاتحادي حتى يكونوا قوة حقيقية مكتملة لكي يحققوا طموحاتهم. هذه فكرة تقرير المصير قد تعيق فكرة مسألة اليمن الاتحادي. عليهم أن يناضلوا من أجل اليمن الاتحادي، لأنه الحل الذي يحقق لهم مصالحهم وحريتهم ويمكنهم من حكم أنفسهم مثلهم مثل الشماليين. نعم. طيب دكتور نجيب، باعتقادك الآن نقل المركز المالي والبنك المركزي إلى أي مدى سيسهم في إنعاش عدن اقتصاديا؟ يعني عدن كما تعلم ربما مر عام الآن منذ تحريرها، وربما الفشل كان هو السائد في عدن. الآن هل فعلا مثلا عدن نقل البنك إلى هناك، عودة الحكومة، هناك يحدث تغيير جذري وسيستفيد أبناء عدن من نقل البنك وفتح استثمار للناس أمام إنعاش كل ما تدمر في عدن؟ هو شوف، هذا ما متغير جذري في الصراع اليوم. يعني البعد الاقتصادي لم يتم تفعيله. اليوم نقل البنك المركزي إلى عدن سيجعل عدن هي يعني الرئة التي يتنفس منها اليمن كلها اقتصاديا. نعم. وبالتالي ستأتي المساعدات إلى البنك، مسألة إعادة الإعمار ستحصل، مسألة الرواتب ستدفع، مش فقط لعدن، حتى لصنعاء، حتى للموجودين في صنعاء ما دام هم موظفين داخل الدولة. لكن الأهم من كل ذلك أن البنوك والمستثمرين سيأتوا إلى عدن، بمعنى أنه قدوم البنك إلى عدن هو قوة إيجابية لعدن ومحيطها. وأيضا ربما عدن لو اشتغل الميناء بشكل كامل واستقرت عدن، ستكون عدن هي الرئة الذي يعني الرئة التي يتنفس منها كل اليمن، وبالتالي ستتركز القوة في المرحلة القادمة داخل عدن. وهذا ما يجب أن يفهمه أبناء عدن. نعم. عندما يصبحوا هم العاصمة الحقيقية للجمهورية اليمنية سيزدادوا قوة وستتحقق مصالحهم وسيكونوا فاعلين ليس فقط في الجنوب بل فاعلين حتى داخل صنعاء. لن يكون الحوثي أفضل منهم وهو يستقبل كل أبناء الجمهورية داخل صنعاء. على عدن أن تكون أكثر يعني مدنية في هذه المسألة. عدن مدنية، مدينة معولمة، مدينة يعني أكثر نضوجا، مدينة ليست مريفة. لا نريد أن تريف عدن من خلال الدعوات التي يعني تؤدي إلى إغلاق عدن. عدن هي قاطرة التنمية في اليمن وهي روح المدنية في عدن. كل الدعوات التي تؤدي إلى إغلاقها ليست إلا دعوات ريفية، وأعتقد أنها قادمة من خارج عدن. نعم. طيب دكتور اسمح لي، وأيضا قبل العودة للأستاذ فتحي بن الأزرق، سنذهب مشاهدينا الكرام الآن نتابع هذا الكليب الذي ينقل لنا مطالب الشارع في عدن بعد الخطوات الأخيرة، نتابعها ومن ثم نكمل النقاش. والله هذه خطوة، أول شيء خطوة يعني جبارة جدا، لأنه إذا وجدت الحكومة في محافظة عدن سيتم ترسيخ الأمن والاستقرار داخل محافظة عدن والكف من الفساد في المؤسسات، وخصوصا في المؤسسات. يعني المفروض من الحكومة أنها تراعي مصلحة المواطن داخل عدن، تراعي تشوف البيئة الزفت اللي احنا عايشين فيه به، لا كهرباء، لا مياه زي ما الناس، الانقطاعات، الغلاء. الآن الحمد لله أن البنك المركزي انتقل لعدن وبتصلح الأمور إن شاء الله، بس الوزراء اللي بالحكومة لازم يكونوا متواجدين في عدن يراعوا مصلحة المواطن. نتمنى مننا الأمن والاستقرار، ونش يعني الرواتب، نحن بلا رواتب لحد من شهرين من ثلاثة شهور، نحن عايشين بالرواتب هذه يا ابني، ونش الأمن والاستقرار والاغتيالات هذه يعني تروح من البلاد، ويكون الحكومة يعني قادة وتكون عند كلمتها، وتكون يعني تعون الضعيف وتعون المسكين وتعون المظلوم بهذه.
هذا اللي نتمناه. حياكم الله مشاهدينا الكرام جديد. ربما كانت هذه عينة من محافظة عدن واستبشار الناس بعودة الحكومة، ويتمنى الجميع العودة للخدمات الأساسية والرئيسية. أعود للأستاذ فتحي بالأزرق في عدن. أستاذ فتحي، ربما جاء حديث الأستاذ أو الدكتور نجيب غلاب ضيفي من الرياض متسق مع ما ذكره حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق في إحدى القنوات ربما كان البارحة، بأن الجنوبيون يعني ارتكبوا خطأ كبير بعدم المشاركة في الحوار الوطني، ويجب على الجنوبيين الآن أن يكون التحرك في إطار الحكومة الشرعية وفي إطار التحالف العربي وفي إطار اليمن الاتحادي، لأن أي تحرك تحت غير ما لا يندرج تحت هذا الغطاء ربما هو لن يفيد القضية الجنوبية بقدر ما يؤزمها ولن تحقق شيء. أولا أود الإيضاح بأن الفيديو الذي عرضتموه قبل قليل وتضمن آراء بعض الناس في عدن هو إيضاح واضح وحقيقي ورسالة حقيقية يرسلها الناس في عدن. نعم. الحكومة نحن في عدن مع وصول الحكومة ومع التعاون مع الحكومة ومع تحرك الحكومة وسيرحبون بها ورحبوا وسيتعاونون، هذه رسالة مفروغ منها وصوت الشارع أعتقد أنه وصل، وسنتعاون مع الحكومة بشرط أن تتعاون الحكومة مع نفسها وأن تخرج للشارع وأن تتفقد مصالح الناس وأن تساعد الناس في عدن في تعز في معارف في كل المناطق. نعم. هذا شيء مفروغ منه. نعم. ثانيا بخصوص حديث العطاس، العطاس قيادي جنوبي نكن له كل الاحترام والتقدير، هو دبلوماسي رفيع وتحدث عن رؤيته السياسية الخاصة به وقال أن الجنوبيين يجب أن يتعاونوا مع الحكومة الشرعية ومع التحالف العربي، وهذا أساسا ما تم خلال سنة ونص أو أكثر من اندلاع الحرب. الجنوبيين لم يعارضوا الحكومة ولم يقفوا في وجه الحكومة ولم يقفوا في وجه التحالف العربي، بل على العكس كانوا أكثر الحلفاء وضوحا وصراحة وصدقا وتعاملا بشكل إيجابي لا خلاف في هذا. لكن لا لا ربما أستاذ فتحي حتى نكون واقعيين، ربما كانت أستاذ فتحي ربما كانت تصريحات العطاس واضحة إلى ربما إلى فترة بسيطة، وهم يعني دائما يطالب، ويعني عندما كان له لقاء في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم حق تقرير المصير وأنه مع دولتين وأنه لا يمكن القبول إلا بدولتين في الشمال ودولة في الجنوب، لكن تغير جذريا هذا التغير الحاصل، كيف تقرأ أنت من وجهة نظرك وأنت جنوبي وابن الجنوب؟ وحتى حديث العطاس مساء أمس أورد بأن القبول بمخرجات الحوار الوطني يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو انفصال الجنوب، هو يرى أن الجنوب لن يأتي بمرحلة أولى، لكن هو يرى أن القبول بمخرجات المؤتمر الحوار الوطني ثم الانتقال إلى الفيدرالية ثم استغلال التام، هذا هو حديث العطاس. نعم. نحن لا نتحدث عن هذه المشاريع، نحن نتحدث بأن هناك شعب في الجنوب، تعالوا استفتوا هذا الشعب واسألوه إذا قبل بمشروع الفيدرالي أو مشروع اليمن الاتحادي، لا مانع لدينا. نعم. المطلوب هذا قاعدة أساسية وإنسانية في العالم أجمع. نعم. إذا الشعب يريد هذا المشروع لا مانع لدينا، لكن إذا الشعب أساسا يرفض هذا المشروع هل يجب أن نقول للشعب في الجنوب لا اقبلوا بمؤتمر الحوار أو اقبلوا باليمن الاتحادي وإلا فإنكم ستكونون وصاله المجتمع الدولي ويجب تأديبكم؟ لا، أنا شخصيا أعتقد لا، منطق القوة هذا واستخدام التهديد الدولي لا يمكن استخدامه في أمان. طيب فتحي نغلق هذا الملف، نعود إلى لو فتحنا الملف الأمني الآن في عدن وعودة الحكومة، هل باعتقادك الآن بأن الحكومة وجميع منتسبي الدولة سيمارسون عملهم في وضع أمني صحي أم لا زال هناك تخوفات كبيرة وتحدي كبير أمام السلطات الأمنية والمحلية في عدن؟ الملف الأمني في عدن للأمانة وهذه شهادة لإدارة اللواء عيد مصر الزبيدي وشهادة للقوات الحزام الأمني وشهادة لإدارة الأمن، حقق الكثير من الإنجاز وذلك خلال الأشهر الماضية، عدن تحسنت بشكل كبير جدا وباتت شبه أمنة، لكن تظل المخاطر الأمنية موجودة، في مخاطر أمنية موجودة أيضا في تركيا في فرنسا في بروكسل في كل عواصم العالم، الإرهاب يضرب كل العالم من أقصاه إلى أقصاه. نعم. لكن عامة الظرف الأمني الحالي في عدن هو يسمح للحكومة بالتحرك في كل المديريات، أيضا يسمح للحكومة بالتحرك حتى لحد وصولا إلى أبين إلى شبوة إلى حضرموت، كل المناطق باتت آمنة بشكل كبير وفقط على الحكومة. نعم. طيب فتحي الجماعات المسلحة، نعم فتحي، نعم أستاذ فتحي، الجماعات المسلحة التي لا زالت ربما تملك قرارها بيدها وهناك فصائل كبيرة ومتواجدة ولها تأثير كبير في
عدن وفي المحافظة الجنوبية. الآن وضعها كيف؟ هل هناك مثلا توجه من السلطة المحلية، من السلطات الأمنية هناك، بأن تكون يعني السلطات الأمنية صوت واحد فقط، عدم ازدواجية في الملف الأمني؟ كما تعلم هناك جماعة تتبع الحزام الأمني، وهناك أيضا تبع إدارة الأمن، وازدواجية في القرار الأمني. هل ستشهد عدن تغيرا جذريا في هذا الملف؟ قراءتك يعني كل الأطراف، بالتأكيد كل الأطراف كل الأطراف أو القيادات الأمنية في عدن هي تحدثت خلال الفترة الماضية عن ضرورة توحيد الجهاز الأمني في عدن، والخطوات التي نراها حاليا هي التسير نحو توحيد كل القوى الأمنية في جهاز أمني واحد، وبإذن الله أن هذا يتم بشكل جيد. لكن عامة لا يوجد تعارض بين عمل هذه الأجهزة، هي تعمل بشكل متناغم وجيد، وتسير الأوضاع الأمنية في عدن نحو الأفضل، تسير أيضا الأوضاع الأمنية في لحج نحو الأفضل، وتسير الأوضاع الأمنية في أبيان نحو الأفضل. لذلك لا يوجد أي خطر على الحكومة من تعدد هذه الإدارات الأمنية، لأنها أساسا طيب. كانت حتى عدن قبل الحرب كانت لديها أكثر من جهاز أمني، وهذا معروف في كل محافظة. طيب دكتور نجيب، الأستاذ فتحي يقول بأن لا توجد هناك أي مشكلة بتعدد الأجهزة الأمنية، وهناك تنسيق كبير بينهم، وما حدث في عدن ربما يعني قدم نموذج جميل في التناغم والتفاهم ما بين الحزام الأمني وبين يعني أجهزة الأمن التي تتبع السلطة المحلية. أنا أعتقد أنه يعني كلامه صحيح، لكن بالأخير لابد أن تمتلك الحكومة الشرعية الحق السيادي الكامل في مسألة مختلف القرارات الأمنية والعسكرية، لأن اليوم الحكومة الشرعية هي صاحبة السيادة. هذا التعدد إذا كان مقبول تحت هذه المظلة لا مانع منه، لكن وفق أطر القانون والدستور، دستور الجمهورية اليمنية، ومع يعني التنسيق يعني والتعاون بشكل كامل مع دول التحالف، باعتبار أنه اليوم ما زالت عاصفة الحزم وإعادة الأمل مستمرة، وبالتالي لابد من تفعيل دور الحكومة، لأنه هذا التعدد الموجود داخل عدن من خلال أجهزة أمن متعددة وأحيانا ميليشيات غير مضبوطة لا بقانون ولا بدستور، هذا يؤدي إلى ضبط الأمن من خلال الفوضى، وهذا ربما يؤدي إلى يعني أنه تحصل اهتزازات وخلل ما في المرحلة القادمة. وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد من توحيد هذه يعني هذه المؤسسات وهذه الأجهزة تحت قيادة السلطة الشرعية. مثلا الأجهزة الأمنية لابد أن تخضع بشكل كامل لوزارة الداخلية، بعض الأجهزة الأمنية كالأمن السياسي والأمن القومي ممكن ترتبط برئيس الجمهورية، لكن وفق نسق متكامل يعني تحكمه يعني محكوم بالقانون والدستور ووفق العقائد السياسية الحاكمة لهذه الأجهزة، وهي عقائد سياسية مرتبطة بالجمهورية اليمنية. نعم. أي أمور أخرى يعني وتنوع في مسألة الأمن خارج إطار القانون والنظام والدستور، أنا أعتقد أنه يؤسس لحالة فوضى مستقبلية ستؤثر على الأمن مستقبلا، وهذه المسألة ترتبط بقدرة الحكومة الشرعية على التواصل مع السلطات المحلية ومع هذه الأجهزة ومع هذه الميليشيات ربما اللي هي منضبطة نوعا ما اليوم، وأيضا مع دول التحالف. هذه مسألة أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية لابد أن تعالجها بشكل عاجل وسريع حتى تكون عدن عاصمة حقيقية وهناك قرار مسيطر عليه من قبل الشرعية. طيب دكتور، أيضا هناك أيضا نقطة في غاية الأهمية. الكثير تحدث بأن هذه الازدواجية في الجهاز الأمني في محافظة عدن ربما يترك فراغات كبيرة للرئيس المخلوع وأدواته بالتحرك بشكل أوسع وبشكل مريح، ويسبب قلاقل ومشاكل في محافظة عدن. إلى أي مدى ممكن هذا الطرح يكون حقيقي وواقعي؟ خلينا نكون يعني واضحين، يعني ما فيش داعي للمجاملات ولا نقول أنه الكل هؤلاء الموجودين أنقياء. نعم. أنا متيقن بشكل كامل، لأنه طريقة إدارة صالح للصراع، وأيضا الأجهزة الأمنية اللي ما زالت تحت سيطرة الإنقلاب ما زال لهم أدوات كاملة اليوم داخل عدن، وأيضا التحالفات السابقة ويعني وطبيعة إدارة الصراع وشراء الولاءات وبعض المرتزقة، هذا أمور يعني ما زالت موجودة داخل عدن، أنا أعتقد أنه بالإمكان أن توظف، وبالتالي لابد من ضبطها، وضبطها هذا لا يكون إلا من خلال مركزة صناعة القرار الأمني والقرار العسكري، ومن خلال
الشرعية، ثم نعم. إعادة تكوين الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وفق يعني رؤية واضحة. التعدد الموجود حالي هذا سيؤدي إلى الاختراق، بما ربما الانقلاب يشتري ولاءات، ليس كل الناس أنقياء وليس كل الناس نظيفين، الفساد موجود. وبالتالي أنا أعتقد أنه أطراف الانقلاب في صنعاء ما زال لديهم أدوات داخل عدن، وإمكانية الاختراق ممكنة إذا لم يتم ضبط يعني مسألة هذا التعدد، نعم. لأنه هذا التعدد يؤدي إلى فوضى ويصعب التحكم فيه، نعم. وإذا انفجرت الأمور لن نتمكن من ضبط شيء. نعم أستاذ فتحي بن الأزرق، ما طرحه الدكتور نجيب باعتقادك فعلا، هل السلطات الأمنية والأجهزة الأمنية استطاعت إلى حد كبير بأن تسيطر على كل المنتسبين للأجهزة الأمنية جميع الفصائل، أم لا زال هناك ربما الكثير من يحركهم الرئيس المخلوع وأدواته سواء بالمال سواء بمصالح معينة لا زالت تربطهم بصالح وصنعاء؟ لا، على الصعيد الأمني والعسكري كل الوحدات الأمنية والعسكرية الموجودة في عدن هي تخضع لقيادات جنوبية موالية للشرعية أو قيادات جنوبية في المقاومة. هناك لدينا جزء بالتأكيد أستاذ فتحي، أستاذ فتحي بالتأكيد أنها تخضع، أكيد أستاذ فتحي هي بالتأكيد تخضع للسلطات الأمنية التي هي باسم الشرعية وباسم السلطة المحلية في عدن، لكن ما أقصده هل يعني من لهم مصالح مرتبطة مع الرئيس المخلوع وأدوات المخلوع؟ أنت كما تعلم يعني 25 عام في الجنوب و 33 عام في اليمن بشكل عام، لا زالت أكيد أدوات يمتلك أدوات كثيرة وهناك مصالح وهناك أيضا بالمال وهناك أيضا مرتزقة لا زالوا يعملون لصالح الانقلاب ولصالح ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. بالضبط بالضبط، هذا بالتأكيد إن لصالح وللحوثيين قوى سياسية وعسكرية تعمل لصالحهم، لكن هي ليست لا صلة لها بالقوات العسكرية والأمنية الموجودة في عدن. القوات العسكرية والأمنية الموجودة في عدن هي المقاومة الجنوبية والجيش الوطني الذي اساسا هو ركع صالح واخرج قوات الحوثيين خارج الجنوب، لذلك لا يمكن الربط بين صالح والمقاومه الجنوبيه او الاطراف الموجودة. حتى لا تقول ما لا نقول، نحن لم نربط المقاومه الجنوبيه والجيش الوطني في الجنوب بصالح، يعني نتحدث نحن عن ادوات ربما لها مصالح مع الرئيس المخلوع، والعمليه التي تحدث في عدن ربما خير دليل على ما هو حاصل. هذه جماعات مسلحة، لكن نحن نتحدث عن القوات الأمنية والعسكرية الموجودة التي تعمل في عدن، هي قوات نظيفة جدا وتعمل بشكل وطني سليم وصحيح. لكن صالح يستخدم القاعدة، يستخدم داعش، يستخدم فرق اغتيالات. هذه القوات الجنوبية الموجودة في عدن هي اليوم تسعى لتثبيت الأمن والاستقرار وتمارس جهود وتبذل جهود كبيرة في هذا الإطار، وهي نجحت حتى اليوم فعلا في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عدن في لحظة مناطق كثيرة، وهي تمضي بإذن الله نحو عملية أمنية شاملة تؤمن نعم. كافة محافظات فتحي الجنوب. نعم فتحي في نعم اسمح لي أستاذ فتحي، أستاذ فتحي في أقل من دقيقة، المزاج العام الآن في محافظة عدن هل فعلا تغير؟ هل في قبول؟ هل في يعني ترحيب بأن عدن ربما تكون فعلا عاصمة حاضنة للجميع ترحب بالجميع؟ كل الدعوات يعني التي تفرق، كل الدعوات التي تزيد بالشرخ الاجتماعي بدأت تتضاءل وتختفي مع عودة الحكومة ونقل البنك المركزي. الناس فعلا ليسوا عدائين ضد أحد ولهم مطالب مشروعة اقتصادية وسياسية واجتماعية، والحكومة إذا أثبتت حسن نيتها ونزلت وأصلحت الأوضاع بالتأكيد أن الناس لا شعوريا سيتعاونون وسيتعاملون بشكل إيجابي مع كل المتغيرات الحالية. الكرة الآن في ملعب الحكومة الشرعية، الكرة في نعم. ملعب الحكومة، إذا تحركت الحكومة بشكل إيجابي فالناس في عدن نعم دكتور نعم أستاذ فتحي. دكتور نجيب، إذا يعني في آخر هذا الحوار، الواجب أيضا على الحكومة الشرعية للتحرك بشكل إيجابي وجاد لإنهاء كل هذه المظاهر التي تؤدي إلى الفرقة، إلى كل المظاهر التي يعني يستغلها البعض في زيادة الشرخ المجتمعي، عدم تثبيت أركان الدولة، ما هي؟ أنا أعتقد أنه الأصوات المتطرفة ذات النزعة العصبوية التي تدعي أنها تدافع عن الجنوب وهي تدير حرب ضد الجنوب باسم الجنوب، وهي تتكامل مع الانقلاب حتى لو كان في هناك تناقض جذري. رؤية اليوم رؤية المواطن داخل الجنوب واضحة،
وبينة وسمعنا عينة منهم من أبناء عدن، هم حاضنة شعبية حقيقية للحكومة الشرعية. هناك بعض القوى الانتهازية الباحثة عن ربح ولا وتريد أن تلعب دور، أو لأنها مستبعدة وتريد أن تلعب دور، تقوم بتفعيل هذه النظرة العصبوية ولديها شبكاتها. بعضهم يعني صادقين، لكن الغالبية العظمى من هذه الأصوات التي تدير حرب باسم الجنوب، أنا أعتقد أنها لا تفقه حاجات ولا متطلبات الجنوب الحقيقية كما يفقهها المواطن الموجود في, في, في الميدان. وأغلب هذه الأصوات ليست موجودة في الداخل، أغلبها قادمة من الخارج، وبعضها تشكيلات مرتبطة بالانقلاب بشكل أو بآخر. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا يمثل تهديد كبير من هذه الأصوات المتطرفة التي تريد أن تحرض الجنوبيين لرفض فكرة أن تكون عدن حاضنة شعبية للشرعية وعاصمة مفتوحة لكل اليمنيين. أنا أعتقد أن هؤلاء هم أعداء الجنوب الحقيقيين وأعداء عدن. وبالتالي هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أكمل المسألة الثانية بشكل سريع الدكتور نجيب. المسألة الثانية، أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية تملك رؤية واضحة وبينة، وكل الأطراف الموجودة داخل عدن بما في ذلك السلطة المحلية وأغلب قيادات الجنوب بلا استثناء كلهم يدركوا مخاطر المرحلة وهم ملتحمين في المعركة، إلا أقلية ضئيلة، وهذا ستذوب كما يذوب فص الملح في نهر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا من الرياض. الشكر أيضا لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق. وفي ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي أنا بشير الحارثي، ومن الإعداد الزميل أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقات جديدة. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.